اهلا بحضراتكم من جديد، بنرحب بيكم في فقره الصحافه اللي بنقرا وبنتابع فيها ونحلل اهم وابرز العناوين اللي ركزت عليها صحف اليوم. اسمحوا لي في البدايه ارحب بضيفي في الاستوديو دكتور مصطفى ثابت، رئيس تحرير بوابه الفجر. اهلا بيك، صباحك صباح الورد. صباح الفل، اهلا بيكم استاذ المشاهدين. اهلا بيك، وقبل ما نبدا جولتنا تعالوا نشوف منشطات الصحف قالت ايه النهارده. نرجع لكم مشاهدينا مره تانية علشان نحلل منشطات صحف اليوم مع ضيفي دكتور مصطفى ثابت، رئيس تحرير بوابه الفجر. وهنبدا مع بعض من الاهرام، وتحت عنوان السفير بسام راضي مباحثات السيسي مع رئيسي قبرص واليونان تركز على الطاقه. ارجع لحضرتك مره تانية، وفي الاهرام في العدد اللي كان صادر امبارح عملت حوار مع رئيس اليونان واتكلم فيها عن التطور اللي بتمر بيه مصر في العلاقات الخارجيه وتطورها الملحوظ في مجال استخدام الطاقه. الى اي مدى بقى مصر في تصور حضرتك بعد جولة المباحثات دي، وازاي ممكن نعزز العلاقات والتقارب ما بين اليونان وقبرص؟ الحقيقة العلاقات المصرية بدولة اليونان ودولة قبرص شهدت الحقيقة طفرة كبيرة جدا، هي علاقات تاريخية طبعا وامتد جذورها ل يعني سنوات قديمة جدا يعني، والعلاقات دي في الفترة الأخيرة مع في فترة في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي شهدت تطور كبير جدا، شاهدناه احنا شفناه في ترسيم الحدود الحقيقة، فالعلاقات الاقتصادية اللي حصل فيها تطور كبير جدا. النهاردة أسبوع العودة للجذور أو إحياء الجذور زي ما بيقولوا، المبادرة اللي عملتها المبادرة الممتازة الحقيقة اللي عملتها السيدة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة دي بتؤكد في الحقيقة يعني الحقيقة عاملة شغل في الملف بتاعها بشكل متميز جدا، وده يعني امر ظاهر لكل الناس يعني، وبتشارك وزاره الخارجيه في الدور اللي بتقول يعني اللي بتقوم بيه الدوله في تحسين العلاقات الخارجيه عموما، وفي الدول اللي ليها علاقات استراتيجيه مع مصر يعني اليونان وقبرص في علاقات استراتيجيه، احنا بنتكلم على ساحل البحر الابيض المتوسط، يعني لولا العلاقات دي وترسيم الحدود والعلاقات المتميزه ما بين مصر وما بين قبرص وما بين اليونان كانت الحقيقه حقل زهر ما كانش ظاهر للنور مثلا يعني على سبيل المثال. حقل زهر ده من اهم الحقول الحقيقه اللي ظهرت في منطقه الشرق الاوسط كلها في الفتره الاخيره، فالعلاقات المصريه القبرصيه اليونانيه تشهد تطور كبير جدا في على المستويات الاقتصاديه والمستوى السياسي، ويعني شهد طفره كبيره جدا حتى المستوى التاريخي. احنا النهارده بنتكلم على الافتتاح اللي هيتم في اسكندريه ان شاء الله الساعه 6، الاسبوع العوده للجذور او احياء الجذور ده هيبقى برضو تاكيد على، وده المبادره اللي هي بتدعو للقبرصيين. هل ده هيكون في انعكاس على يعني ان يكون في عمق اكتر في التقارب الثقافي ما بين يعني المجتمعات المصريه والمجتمعات اليونانيه؟ ما فيش شك طبعا، واحنا كنا في فتره من الفترات اليونانيين كانوا جزء من المجتمع المصري يعني، وزي ما احنا كنا بنتكلم بره الهواء يعني ان هم كانوا جزء لا يتجزأ من المجتمع المصري. صحيح. واحنا خدنا منهم بالظبط، واحنا خدنا منهم بعض الطباع والصفات وهم خدوا مننا بعض الطباع والصفات، فاحنا بنتكلم على يعني علاقات متأصلة ما بين الشعوب مش على مستوى الحكومات فقط، فاحنا يعني كنا نوصل للمرحلة دي طبعا هتنعكس بشكل كبير جدا على العلاقات السياسية ما بين مصر وقبرص واليونان. ايه بقى الدول، يعني خلينا نتكلم بقى على البعد زي ما بيقولوا، ايه الدول اللي ممكن تستفز
من هذا التقارب؟ هو بالفعل استفزت، يعني مش لسه احنا مش هنتكلم على دول ممكن تستفز. هو طبعا احنا بنتكلم على ساحل البحر الابيض، فاحنا بنتكلم على مصر بالنسبه لها الجزء الاستراتيجي. احنا عندنا 200 ميل بحري على على البحر الابيض المتوسط. عندنا طبعا قبرص اللي بتشاركنا الحدود دي او الحدود البحريه دي، قبرص واليونان وليبيا واسرائيل والبعده بقى اللي حضرتك بتقول عليه تركيا. فتركيا الحقيقه الفتره اللي فاتت عندها حاله من الرعب كبير جدا، حاولت بشتى الطرق ايقاف محاولات مصر لاستخراج الغاز، وحاولت تعطيل بشكل كبير جدا، وده طلع بتصريحات رسميه يعني، تعطيل بشكل كبير جدا محاولات ترسيم الحدود او اتفاقيه ترسيم الحدود اللي تمت. بتستفز مصر من كل الجهات حتى من السودان طبعا كمان. ما هي بعدها مباشره يعني لما فشل محاولاتها في تعطيل ترسيم الحدود ما بين مصر وقبرص واليونان، بدات تشتغل على الملف السوداني، وبدات الموضوع الجزيره المعروف للناس كلها. فالحقيقه تركيا عندها مشكله كبيره جدا، وطبعا هي بتحاول تدافع عن مصالحها، لان هي شايفه ان هي في الاول كانت بتستمتع بالسطو العادي على حقوق ثلاث دول مش مصر بس بالمناسبه، من الغاز وتركيا يمكن من الدول اللي الناس كلها بس مصالحها مش في السطو يعني، برضو ما كل واحد ليه حقوقه. ما بقول لحضرتك هي اصل هي احنا يعني الرئيس عبد الفتاح السيسي اتكلم على مصطلح السياسه بالاخلاق، ودي مش موجوده في معظم الدول. لكن احنا عندنا في تركيا على سبيل المثال، تركيا كانت من اكثر الدول اللي بتشتري البترول من الدواعش، وبتشتري ب 10% من ثمنه، وده امر معلن يعني، مش حاجه خفيه يعني، مش معلومات خفيه. صحيح. هي بتشتغل على هذا الأساس يعني، تركيا بتحاول تنمي مصانعها الاقتصادية بشكل ليجل وإليجل. فطبعا أزعجها جدا التقارب المصري، وطبعا في هناك حالة من الانزعاج الكبير جدا، وده ظهر زي ما بقول لحضرتك في محاولات كتيرة جدا للهزل والمحاولات للعبث بالداخل المصري والتدخل المصري والتدخل في الشؤون المصرية. حضرتك شايف أنه هذا التقارب هيعيد تشكيل التوازن في المنطقة؟ طبعا احنا بنتكلم في الملف الخارجي، الحقيقه مصر من انجح الملفات اللي اشتغلت عليه. احنا بنتكلم على كل المستويات يعني، هيكون في شبه سيطره مصريه على المتوسط. هي المساله مش مساله سيطره، هي مساله حمايه الامن القومي المصري. صحيح. وتامين الحقوق المصريه في الطاقه، وده الحقيقه بيساعد الشرق المتوسط طبعا مفيش شك. وزي ما بقول لحضرتك احنا بنتكلم على قبرص اليونان اسرائيل وليبيا، ومصر الحقيقه على مستوى قبرص واليونان علاقات متميزه. على مستوى اسرائيل في حاله من يعني الجمود زي ما نقدر نقولها، لكن مفيش قلق من ده. وبالنسبه لليبيا الحقيقه احنا علاقتنا بليبيا علاقات تاريخيه، وان كان طبعا بتمر ليبيا ببعض المشاكل دلوقتي، لكن الدور المصري فيها كبير جدا وواضح وجلي. فده يؤكد لنا ان الامور في البحر المتوسط او ساحل البحر المتوسط مستقرة بشكل كبير جدا، ويأمن الجزء أو الاحتياجات المصرية من الطاقة من حقنا اللي هو 200 ميل بحري في البحر الأبيض المتوسط. ننتقل لبوابة الفجر، وتحت عنوان سامح شكري هناك تطابق واسع بين رؤى مصر وفرنسا إزاء قضايا المنطقة. الوزير سامح شكري التقى نظيره الفرنسي امبارح، ازاي بتتطابق الرؤى المصريه الفرنسيه فيما يخص ازمات المنطقه؟ انا بقول لحضرتك ده استمرار للحقيقه النجاح المصري في الملف الخارجي، ويمكن ده اكتر ملف انا من وجهه نظري وانا اكتر الملفات اللي نجحت فيها اداره الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الفتره الاولى وبدايه الفتره الثانيه. تتطابق الرؤى في ملفات كتيره جدا، على راسها طبعا الملف السوري. الملف السوري فيه تطابق كامل ما بين وجهه النظر المصريه، بس ده هيخلي المشاهد العادي يتساءل يقول لك طب ازاي في تطابق في الملف السوري على ذكر النقطه دي، وفي نفس الوقت ان فرنسا يعني ان فرنسا شاركت في الضربه الثلاثيه اللي كانت للمواقع الاستراتيجيه في سوريا اللي تمت قريبا. ما انا هقول لحضرتك، هي الملفات السياسيه ملفات متداخله جدا، فهتلاقي كل حاجه وعكسها يعني، هتلاقي في التصرفات يبدو ان في تصرفات كل حاجه وعكسها. لكن التطابق المصري الفرنسي في التعامل مع الملف السوري ان مفيش حل للملف السوري سوى بالحل السياسي، وانه يعني ممكن يتم الجلوس على طاولة المفاوضات فيها بشار الأسد، وأنه الشعب السوري هو من يقرر مصيره، وضد عملية التقسيم كمان في سوريا. ففي تطابق بشكل كبير جدا على معظم الملفات، لكن في مصالح أخرى يعني. أنت حضرتك كمان أشرتي للضربة العسكرية، لكن في ما هو أعمق يعني، التطابق في الملف السوري في حين أن العلاقات الفرنسية الإيرانية مثلا على مستوى عالي جدا من التنسيق ومن التعاون ومن الدعم، مش اللي هو مقاطعة من جميع، لكن هي كل دولة زي ما بقول حي كل دولة بتدافع عن مصالحها الاستراتيجية. حضرتك طبعا ذكرت نقطة مهمة قوي،
كرجل يعني صحفي وإعلامي أنه الملفات السياسية متشابكة ومعقدة طبعا. وده يخلينا أكتر دورنا كإعلام أن احنا نبتدي يعني ننبه الناس نفك الالتباس ده يعني نشرح للناس الصورة كاملة. مش بس نشرح، احنا بقالنا يعني 8 سنين تقريبا في 100 مليون محلل سياسي على شبكات التواصل الاجتماعي، فلازم الناس تفهم أنه يا جماعة أرجوكوا تسيبوا السياسة لأهلها يعني أهل الذكر يعني اللي هم أهل المتخصصين. احنا محتاجين ده في كل المجالات يعني صحيح. احنا محتاجين نسيب السياسة للسياسيين والطب للطبيين والرياضة للرياضيين، احنا بقينا بنفهم في كل حاجة فجأة. يعني هو فكرة وسائل التواصل الاجتماعي كويسة ان تخلي الناس تقول رأيها وتفتح افكار وكده، لكن يعني هي تواصل اجتماعي في مجال الاجتماع نسأل على بعض نطمن على بالزبط. بعض بالظبط، حتى مناقشة الافكار، لكن في الاخر صاحب القرار او صاحب المعلومة اللي انت تقدر تاخد منه المعلومة هو المسؤول او الشخص المخول. بالزبط. لان الفترة اللي فاتت الحقيقة في حالة على السوشيال ميديا رهيبة، يعني امبارح مثلا انتوا النهارده اتناقشتوا على أزمة محمد صلاح وان ليفربول نزل الحقيقة الصفحة اللي نزلت مش صفحة ليفربول بالمناسبة، يعني عشان المصريين كلهم متصورين ان ليفربول علق لانه كان كاتبها بانجلش محترف جدا، يبدو ان هي صفحة رسمية لليفربول مستخدم الشعار، لكن هي دي مش صفحة ليفربول، مش الصفحة الرسمية لليفربول. لان المشاكل اللي بالشكل ده بس احنا في صباح الوردة ما ذكرناش. طبعا انا بتكلم على معظم وسائل الاعلام يعني تناولت الموضوع على ان صفحة ليفربول هي اللي نشرت مثلا، والمصريين كلهم كانوا مشيرين او مش ما اقدرش اقول كلهم يعني، بدي يعني بقول عدد كبير جدا من المصريين كانوا مشيرين انه لصفحة ليفربول ناقشت الموضوع وان احنا وصلنا لمرحلة. وطبعا ادينا فرصة يعني هنتكلم اكيد على موضوع محمد صلاح اكيد بالتفصيل يعني اكيد. طب نرجع بقى تاني للخبر، ولو اتكلمنا يعني الخبر والمفاوضات او المباحثات اللي كانت ما بين شكري ورئيس امس نظيره الفرنسي، نتكلم بقى عن شراكة عسكرية. يعني مصر في الفترة الأخيرة توجهت طبعا للسلاح الفرنسي، وشفنا طائرات الرافال والمسترال وحاملة الطائرات، لكن مصر بتشوف ان ايران برضو بتتدخل، على ذكر بقى انه في تعاون زي ما حضرتك قلت ما بين فرنسا وايران او في ملفات معينة، فبرضو مصر شايفة ان ايران بتتدخل في شؤون الشرق الاوسط. وطبعا بالفعل احنا عمالين حتى نقول انه ايران دورها واضح جدا وجالي في الخليج الفارسي، وعايزين يعيدوا تاني الحضارة الفارسية والتوغل الفارسي في دول الخليج صحيح. طول الوقت هل ايران مسيطره على خمس عواصم عربيه؟ طبعا ايران احنا بنتكلم على العراق، بنتكلم على سوريا، بنتكلم على اليمن. يعني دول ابرز طبعا لبنان للاسف بقى التواجد فيها بشكل كبير جدا او التاثير فيها بشكل كبير الى جدا الى جانب التحالف الايراني الفرنسي زي ما حضرتك ذكرت. مصر بقى ازاي الاشتباك ده يعني نفك الاشتباك ده؟ صحيح. الاشتباك ده محتاج حلقات عشان نفكر، او مش بس تفك، هي ازاي تتعامل معاه فيما يتوافق مع مصلحتنا كمصر والوطن العربي. يعني مصر برضو هي بتحمل مسؤولية الوطن العربي، هي قلب الوطن العربي نابض يعني. يعني بالنسبة لي أولا العلاقات العسكرية المصرية الفرنسية فهي علاقات متميزة جدا، احنا بنتكلم على الطفرة كبيرة جدا في العلاقات العسكرية وشراء الأسلحة زي ما حضرتك ذكرتي على رأسها الرافال، طائرات الرافال. مصر بتنوع مصادر السلاح بتاعتها، احنا كنا فترة من الفترات يا اما عندنا امريكا يا اما عندنا روسيا، فاحنا دلوقتي لا احنا بناخد من امريكا وبناخد من روسيا وبناخد من فرنسا، وفي تنوع كبير جدا لمصادر التسليح للجيش المصري، وده الحقيقه نقطه كبيره مهمه جدا وتحسب للاداره المصريه الحاليه. العلاقات المصريه معظم الدول مبنيه على الاسس التعامل الرئيسيه لمصر مع هذه الدول. كل دوله بتبني علاقاتها على اساس المصلحه الخاصه بيها، يعني فرنسا شايفه ان مصالحها في مصالح معينه ما بينها وما بين ايران، ده قد تستفيد منه الاداره المصريه في توصيل رسائل معينه لايران او احتجاجات معينه او تواصل بشكل معين مع الجانب الايراني. لكن في الاخر مصر لن تستطيع تحويل العلاقات او التحكم في العلاقات الفرنسية الإيرانية يعني بشكل مباشر، لكن العلاقات المتميزة ما بين مصر وفرنسا تسمح ان يبقى في نقطة تواصل في بعض الحالات مع الإيرانيين. لكن طبعا الملف الإيراني ملف مزعج جدا، مصر منزعجة منه بشكل كبير جدا، الدول العربية منزعجة منه بشكل كبير جدا، فرنسا زي ما بقول لحضرتك بتتعامل مع الملف الإيراني على سبيل المصلحة، لكن في الآخر ما هي فرنسا جزء من أوروبا، في جزء من أوروبا بيتعامل مع إيران بالشكل ده، جزء آخر لا يعني واخد الموقف الأمريكي من التعامل مع إيران. لكن
في المجمل زي ما بقول لحضرتك العلاقات ما بت... يعني لا هي سمنه على العسل لاخر الحد اقصى ولا هي سيئه لحد اقصى يعني. فكل دوله بتستخدم او بتبني العلاقات مع الدوله الاخرى بناء على مصالحها الخاصه يعني. ننتقل بقى من السياسه لملف اجتماعي هام. من جريده الوفد عامله ملف بترصد فيه حالات العنف ضد المراه وتحت عنوان 2123 شكوى تلقاها الخط الساخن بالقومي للمراه في خلال 3 شهور، ابرزها التحرش والطلاق والخلع وخبراء الظروف الاقتصادية وغياب الوعي الديني والثقافي وزيادة العنف بالدراما أهم الأسباب. هنرجع نقول أنه أي مشكلة بتقابلنا ما بيبقاش ليها سبب واحد، هو فعلا كذا سبب يعني. وعشان كده دايما بنقول لازم تتكاتف كل الجهات والمؤسسات والأفراد في أنهم يشتغلوا على ملف واحد. مظبوط. الحل إيه بقى؟ يعني موضوع العنف ضد المرأة وموضوع الطلاق وارتفاع نسبة الطلاق، هل ده عادي نسبة وتناسب نتيجة انه احنا بنزيد كعدد سكان، ولا بالفعل في غياب وعي؟ وهل هو وعي ديني ولا وعي انساني يعني؟ طيب خليني اقول لحضرتك، اولا ارتفاع نسب الطلاق ده مش نسبه وتناسب الحقيقه، لان احنا عندنا نسب الطلاق نسب عاليه جدا. ده بيعكس ايه بقى؟ ده بيعكس ان بقى في سهوله في اجراءات الطلاق. خليني اقول لحضرتك الاساس في ده، في كل ده الوضع الاقتصادي. يعني الوضع الاقتصادي الحقيقه احنا عندنا مشكله في الوضع الاقتصادي على مستوى الدولة ككل وعلى مستوى الأفراد، وده بيؤثر بشكل مباشر. ولو احنا بحثنا الأسباب الطلاق في حالات كتيرة جدا هنلاقي أن الأسباب معظمها اقتصادية. الوضع الاقتصادي ده بيؤثر وليس بمعزل عن الوضع التعليمي والأخلاقي. لما مستوى التعليم عندنا الحقيقة والمخرج التعليمي، وده وزير التعليم شغال عليه بشكل كبير جدا، لكن احنا بنتكلم التأثير لده، تأثير التعليم بالمناسبة احنا بنتكلم جيل كامل، يعني احنا بنتكلم في 16 17 سنة عشان نبتدي نغير المخرج بتاعنا من عملية تعليمية. طب لو مسكنا الملف الاقتصادي وعيلة مثلا او زوجين بدأوا حياتهم موظفين، فمرتباتهم اللي هي المرتبات الضعيفة دي، وتلاقيهم خلفوا 5 عيال. طبعا ما ده ملف، وعايز اقول لحضرتك على حاجه، الملف السكاني، الملف السكاني احنا للاسف مهملينه يعني. حتى الاعلانات اللي كانت زمان يعني مين اللي قال العيل بيجي برزقه يعني؟ يعني معلش، هو احنا للاسف يعني عندنا مصطلحات. لا لا طبعا، لا 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 خالص تماما. وبعدين احنا عندنا المشكله زي ما بقول لحضرتك المفاهيم الدينيه حصل فيها تداخل كبير جدا، والمفروض بشكل مباشر انه في قاعده اساسيه في الدين انه جلب ادراء المفاسد مقدم على جلب المنافع. فاحنا لو في مشكله، احنا بنتكلم على زي ما حضرتك قلت كده، وانت حضرتك كمان ذكرت المثال الافضل ان في 2 موظفين، ففي داخلين في البيت، ففي يعني حاجه مقبوله. لكن احنا بنتكلم على ناس بيبقى ما عندهمش اصلا دخل. صحيح. وبتلاقي تقريبا عنده عدد من الاطفال ومراته قاعده في البيت وخلفين طب ليه؟ لا طبعا ما ده مشكله، ما انا بقول لحضرتك الدوله لازم تتدخل بشكل او باخر في هذه المشكله، ولازم نواجهها. احنا على فكره بنتكلم على الزياده السكانيه بتاكل اي تنميه واحنا كمان في فتره، لان في بعض الناس تقول لك والله طب ما انت تشوف الصين، ما الصين عملت ايه؟ تشوف الصين عملت ايه؟ خلينا نشوف الصين عملت ايه. لا الصين اللي خلف اكتر من طفل ما بياخدش الدعم بتاعه. ما بياخدش الدعم، في احكام بتبقى بالزبط. ضد فاحنا بنتكلم، انت عايز تشوف الصين، شوف الصين، وشوف الصين عملت ايه لو انت عايز نقلد الصين يعني. او غيرها وغيرها. لكن احنا في فتره لازم يجابها ده، وانا شايف انه الحقيقه حتى اعلاميا احنا ما بنجابهش ده خالص. احنا كان في فتره من فترات حكم الرئيس مبارك كنا وصلنا لكم اعلانات وكم دعايه كانت مؤثره بشكل كبير جدا، وكان بدات الكيرف ينزل. كانت في اللي هي الحملات التوعيه بتحديد النسل. بالظبط يعني. ولكن من ناحيه ثانيه الائمه الغير مرخصين او مش ازهريين اللي طلعوا زي النبت الشيطاني كده في القرى والنجوع، خليني اقول لحضرتك بيحرضوا على الاساس في الموضوع عدم ده. تنظيم النسل. الاساس في الموضوع ده هو اهل العلم يعني. اسالوا اهل الذكر زي ما كنت لسه بتقولي ان كنتم لا تعلمون. اهل الذكر مين؟ اهل الذكر مين في الوضع ده دلوقتي؟ لما نيجي احنا نبتدي نبني اسره، الهدف من الاسره او اي دين في الدنيا او اي عقل في الدنيا، الهدف ان انا ابني اسره ناجحه. أسس بناء الأسرة الناجحة لازم تكون بالعقل، لازم يكون بشغل دماغي، لازم يكون عندي اقتصاد كويس، لازم أعلمه كويس، أقدر أعلمه كويس، أقدر ألاقي له شغلانة كويس. لكن فكرة إن أنا أجيب العدد وده ملوش علاقة خالص لا بدين. صحيح. ولا بعقل. وعلى فكرة الدين لا يخالف العقل تماما. صحيح. في أي شيء. صحيح. وأي شيء يخالف العقل
يبقى مش من الدين او تفسيرنا ليه في الدين غلط. صحيح. فاحنا الفكره ان احنا دلوقتي مدخلين الدين في كل حاجه وده مش حاجه صح. في حاجات زي ما بقول لحضرتك الدين حطها لنا، قال وسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. لما بنيجي نتكلم طبيا حتى، هل هو الشخص ده قادر طبيا يخلي الست اللي هتخلف 5 6 دول يقدر يعالجها بعد كده، او من ناحيه الاكل حتى او النظام الغذائي او 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 لا؟ في حاجات طبعا لازم نرجع فيها للمتخصص. خلاص بقى، لو من مبدا العيل بيجي برزقه يبقى الدوله بتيجي برزقها بقى، الشعب بيجي برزقه يعني. مفيش دوله بقى تحط اي خطه. لا انا بقول لحضرتك هو فكره احنا عندنا شعب بيجي برزقه، دي مفاهيم الحقيقه، مفاهيم لازم ان احنا كلنا نشتغل عليها. والناس على فكره ما اتعلمتش بالمناسبه، يعني هي المشكله مش في الناس، المشكله فينا احنا كوسائل اعلام، فينا كدوله ان احنا نبتدي نشتغل على ده بشكل كبير جدا على مستوى التعليم، على دي كلها حاجات نقط لازم كلنا نتكاتف عشان نحل المشكله دي. يعني وزاره الصحه كمان قالت ان في احصائيه رسميه بتقول ان 25% من الشعب المصري بيعاني من اضطرابات نفسيه. الكتالوج الصحي الاجتماعي بمصر محتاج طبعا لوقفه قوميه تاني من يعني الدوله متحمله كتير ومن الدوله برضو. هذا قدر الدوله. خلينا نقول انه جزء برضو من ترسيخ ثقافه ان الدكتور النفسي ده عيب في اذهان الشعب كانت الدراما. يعني كنا بنشوف طبعًا انه بيتريقوا على المريض نفسيا او بيتريقوا على الدكتور النفساني اصلا، يعني يجيبوا شكله ان هو شخصيه كرتونيه او شخصيه مضحكه، ويمكن المشهد الشهير يقول لك انا مش قصير وازع، انا طويل وهبل واقعد عدها يعني. مظبوط. هو احنا محتاجين في مصر الحقيقه ملف التنميه البشريه عموما، لان انا الحقيقه احصائيه زي كده لازم اعرف الاسس بتاعها اللي قامت على اساسها وزاره الصحه، لانه ممكن يكون اضطرابات باشكال معينه. لانه مثلا قال لك انه بيشتغل 8 ساعات، يعني في بعض الاحصائيات اللي بتطلع كل يوم في وسائل الاعلام يعني ان بيشتغل اكتر من 8 ساعات مش عارف بيحصل له اضطرابات نفسيه. ما هو فكره الاضطرابات النفسيه دي لازم نعرف الاسس بتاعتها. يعني لكن احنا محتاجين نهتم ببناء الانسان. بالظبط. احنا في مصر فيما يخص بناء الانسان عندنا اهمال لبناء الانسان الحقيقه. احنا مهتمين جدا بالانفراستراكشر ودي حاجه كويسه طبعا، لكن يجب ان احنا نبني الانسان ونشتغل على كل المستويات. يعني احنا عايزين نشتغل بدايه من اول ما الطفل يولد الى انه يتخرج من الجامعه. صحيح. ولازم نشتغل بقى باشكال غير تقليديه. والدكتور يعني النفساني مش عيب، الدكتور النفساني طبعًا. مش لا عيب. لا مش لا معنى لا. ان في حد هو ده اهل السكر نفسي. احنا لسه كنا بالزبط. بنتكلم يعني اذا كان عندي مشكله ومش لاقي لها حل، ما لازم الجا لاهل الذكر. صحيح. اهل الذكر دول الناس المتخصصين يعني في المجال النفسي. انا حاسس ان في حاجات سلوكيه او في اضطرابات معينه، طبعا اللجوء لاهل الذكر. ما هو ده، وهو ده اللي احنا عايزين نوصله للناس، ان كل متخصص يعني كل حد مسؤول عن حاجه هو ده افضل حد يقدر يفيدني فيه. ده احنا حتى من زمان قوي يعني من قبل حتى 2011 بكثير، لما كنا بنناقش مثلا قضايا السينما او بنتكلم على السينما العالميه، كنا بنتكلم على انه في ممثلين كبار من ممثلين هوليوود بعد ما بيخرج من تصوير الفيلم بتاعه بيروح للدكتور النفساني عشان يخرج من الشخصيه اللي كان بيتقمصها. ده غير انه الاسر الامريكيه في عندهم كل أسرة لازم يكون ليها طبيب الأسنان بتاعها والمحامي والدكتور النفساني بتاعها. طب. يعني الموضوع ما فيهوش غلط، ده هو ده الصح طبعا. واحنا زي ما بقول لحضرتك احنا كلنا بنهتم، لكن صحيح. بنهتم بالبناء الشكلي لل يعني دايما نهتم ببيتنا ونهتم، لكن احنا محتاجين نهتم بتعليمنا، يعني محتاجين نعلم اولادنا كويس. ولو على فكره لو احنا علمنا اولادنا كويس هيبقوا فاهمين ده، هيبقوا فاهم كويس جدا انه لازم يهتم بشكله، لازم يهتم بصحته. صحيح. لازم يهتم بصحته على كل المستويات بقى، الصحه النفسيه والصحه الجسمانيه، لازم يهتم بفهمه يعني يغذي دماغه صح، لان احنا معظمنا بيهتم بالتغذيه الاكل والشرب فقط، لكن في تغذيه مهمه جدا 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 احنا معظمنا مش واخد باله منها، وطول الوقت عمالين شغالين عليها وسايبين دماغنا مفتوحه تتغذى من السوشيال ميديا ومن الحاجات اللي هي بيتم التحكم فيها من البلدان الاخرى يعني. طيب احنا ازاي، احنا دايما بنقول القوه الناعمه هي اقوى من اي شيء. القوى الناعمه احنا بنتكلم ازاي يحصل تنسيق ما بين تجديد الخطاب الديني، ما بين الصحافه، ما بين الاعلام، ما بين الدراما والسينما، لان يعني كل ده لازم يبقى دايره واحده. يعني الحقيقه برضه عشان تخرج لنا مجتمع عنده وعي. هقول لحضرتك على حاجه، احنا اكبر خطا عندنا يعني مفهوم التجديد الخطاب الديني ده اكبر خطا. انا من وجهه نظري الحقيقه، لانه احنا محتاجين انه معلش يعني الدين قال لنا ايه؟ واسالوا اهل الذكر، القاعده اللي احنا لسه بنشتغل عليها وبنتكلم عليها دلوقتي طول الحلقه. لا، وسيدنا محمد عليه الصلاه والسلام قال ايه؟ قال انتم ادرى بالشؤون دنياكم. مظبوط. حسم الموقف. يعني. طبعا. فاحنا كل شويه نروح يعني معلش يعني مع كامل احترامي، لما تطلع الدوله وتطلع مؤسسه دينيه في الدوله تحرم عمله اسمها البيتكوين. ماذا يعني؟ يعني ايه علاقه المؤسسه الدينيه بالبيتكوين؟ ايه فهم المؤسسه الدينيه للبيتكوين؟ البيتكوين اللي العالم كله بيتعامل بيها، العمله الالكترونيه اللي العالم كله بيتعامل بيها. ما دي مشكله، ما احنا بندخل الدين في حاجات الدين مش المفروض يدخل فيها. انت ما فهم هذه المؤسسه الدينيه مع كامل احترامي وتقديري ليهم، ما فهمها؟ انا افهم يمنعها البنك المركزي، اوكي
ناس بتوع اقتصاد وفاهمين في الاقتصاد وبيشتغلوا على هذا الاساس، لكن مؤسسه دينيه ليه تطلع طول؟ ومع كامل احترامي وتقديري، ما علاقه المؤسسه الدينيه بفكره ان انت لو ما نزلتش الانتخابات هتبقى مش عارف ايه ولا عملت؟ افصلوا يا جماعه الدين عن الحاجات دي كلها. وعلى فكره الناس مش محتاجه يتقال لها الكلام ده عشان ينزلوا الانتخابات مثلا، والناس يعني احنا محتاجين انه اللي يتكلم في الحاجه المتخصص بتاعها صحيح. لكن فكره صبغ الدين بكل حاجه هيبوظ الاثنين، هيبوظ الحاجه وهيبوظ المفاهيم الدينيه اللي المترسخه عندنا. فاحنا كدوله محتاجين ده، محتاجين نركن معلش يعني علاقه يعني ده تاني علاقة الملف الاقتصادي ده البيتكوين اللي على فكرة إن أجلا أو عاجلا العالم كله رايح له، يعني يمكن 90% من الدول الأوروبية والولايات المتحدة الأمريكية بتتعامل بيه. فتيجي مؤسسة دينية في مصر تقول لك حرام التعامل بالبيتكوين، ليه؟ حضرتك فاهم إيه عن البيتكوين؟ حضرتك فاهم إيه عن الديجيتال أصلا؟ حضرتك فاهم إيه عن الاقتصاد عشان حضرتك تاخد القرار ده؟ بنيت قرارك على أساس إيه؟ فاحنا محتاجين الجزء ده، يعني زي ما بقول لحضرتك نرجع تاني لفكره المتخصص، ان كل شخص هو زي ما الرسول صلى الله عليه وسلم، زي ما حضرتك لسه ضربه المثل بحديث بتاع الرسول صلى الله عليه وسلم، انتم اعلم بشؤون الدين. ده معناها ان انت كل جهه هي المسؤوله عن الموضوع. صحيح. الاعلام احنا كان في فتره من الفترات الاعلام كان النموذج بتاعنا، وهو الاعلام من البلد، لان طول الوقت الناس بتحمل الاعلام، الاعلام من الشعب والشعب من الاعلام، والاعلام هو المرآه بتاع المجتمع، هو الانعكاس بتاع المجتمع. كان في فتره كان نجم الشباك رشدي اباظه، كانت الفتره دي عامله ازاي في مصر؟ لما يبقى نجم الشباك سين او صاد، انا مش عايز يعني اسمي يعني الاسماء، لكن لا بس في ظهور قوي لكريم فهمي، ويعني عايزين نحييه برضو. لا يعني ابتدى الموضوع ايه يعني اتمنى ان يبتدي يظهر ظهور قوي لنماذج مشرفه مش كريم بس الحقيقه، لكن طبعا. لكن في فترات من الفترات كان في نجوم او لسه الفترات الحاليه يعني نجوم الشباك ناس مش هم او هم المعبرين عن اللي بيحصل في البلد الحقيقه الفتره دي. صحيح. احنا طبعا كان عندنا يعني منشطات كتير قوي لازم نتكلم فيها، ولكن احنا فعلا اتكلمنا كلام مهم جدا، لان هي ملفات كلها مهمه جدا في الحقيقه النهارده. صحيح. سواء الملف الاجتماعي، كنا محتاجين نقعد مع حضرتك اكتر من كده بكتير. نشكرك شكرا جزيلا دكتور مصطفى ثابت، رئيس تحرير بوابه الفجر، على جوله منشطات صحف اليوم. شكرا جزيلا. مشاهدينا نسيبكم مع فاصل ونرجع تاني نكمل بقيه فقراتنا، خليكم معانا.